من بلدية سن الفيل وتحديدا من هذه المنطقة المميزة اللي عم نتابع فيها وقائع البطولة الدولية بالبيتانك، برحب فيكم بنقلنا المباشر للمباراة النهائية لهذه البطولة. رح بيكون إلى جانبي على التعليق سارج تابت عضو الاتحاد اللبناني ولاعب أيضا في هذه البطولة وأيضا خبير برياضة البيتانك. اليوم عم نتفاجأ سارج بسرعة هذه المباراة النهائية، يعني نحن عادة مباراة البيتانك بتاخد ساعة ساعة وربع، عم نشوفها مباراة سريعة جدا لهلا. هي لأنه حسب النقط اللي بياخدها، يعني في واحد ياخد من نقطة لست نقط، لأنه بكل لاعب عنده 6 كرات بإيده. نعم. ثاقبت انه بضربه وحده اخذوا 5 نقاط، مشان هيك بلشت هلا المباراة صارت 8-0 للفريق اللبناني الفرنسي. بس معقوله يرجعوا كمان. هلا بنروح نذكر شوي بالاسامي الفريقين، فريق فرنساوي لبناني مؤلف من فيليب سوشو، إيمانويل لوسيان وفوزي مرعي. بالمقابل عندنا فريق من إمارة موناكو بضم فيجيه دومينيك فينييلو وتراني ريشار. وبالتالي هذه اللعبة يلي نحن دائما بالماضي كنا نتابعها بفرنسا، بتنلعب الأحد من بعد القداس، كانت تنلعب إن كان بفرنسا أو إن كان بالكوميونيتي أو ببلاد يلي كانت تحت الاستعمار الفرنسي، بمارسي بأفريقيا، بمارسي وبغير مدن فرنسية خاصة بالمناطق اللي بعيدة عن المدن وبالتالي بعيدة عن العاصمة باريس. يعني بالتالي هذه اللعبة فرنسية بامتياز، ولكن صارت عالمية أيضا بامتياز. وإلى جانبنا أيضا رئيس الاتحاد الدولي كلود أزيما، بعد شوي رح نكون بمقابلة معه. ولكن هلا بدنا نحكي شوي أكثر عن هذه المباراة، كيف قدر الفريق الفرنسي اللبناني يوصل إنه يربح بهذه السهولة الكبرى هذه المباراة، او لهلا اذا فينا نقول لهلا بعد ما خلص شيء. مثل ما بيقولوا المباراه ل 13 وبعد ما في شيء خلص، يعني الواحد لازم يجمع اول واحد 13 نقطه بيربح الفينال. في كل مان بتنلعب من ميله، بس يخلصوا البولات بايدين كل لعيبه من عده طابات اقرب شيء على هذا الصغير اللي اسمه الكوشوني. طيب، كم فريق لبناني كان عم بيشارك بهذه البطولة الدولية وكم فريق دولة عم بيشارك في هذه البطولة؟ كان في 8 دول عم بيشاركوا بهذه البطولة، 13 فريق أجنبي و53 فريق لبناني، مجموع كلهم 66 فريق. لعب كل واحد منهم 4 مباريات، تأهلوا أخذوا 16 للدور الثاني، 8 دو فينال، كار دو فينال ودمي فينال لوصلوا لهلا. وعم نشوف كنا بلدية سن الفيل برئاسة الصديق الكبير نبيل كحالي عم بتحط إمكانيات ضخمة بخدمة هذه البطولة. يعني كنا عم نشوف 42 ملعب بخدمتكم. صحيح. بنشكره لأستاذ كحالي، عن جد وثق بهاللعبة وآمن فيها إنه لعبة عم تتطور. اتحاد جديد صرنا من 2016 بس، وعم نطلع مثل ما بقولوا اون فلاش طلوع على. وهذه البطوله عم بتصير تحت رعايه معالي وزير الشباب والرياضه استاذ محمد فنيش، يلي عم بيمثله استاذ محمد عويدات في هذه المباراه النهائيه، الى جانب رئيس بلديه سن الفيل نبيل كحايل، رئيس الاتحاد اللبناني للبيتانك، وعدد كبير من محبي هذه البطولة ومحبي هذه الرياضة. لأنه البعض يمكن أول مرة بيجي بيتابع البيتانك من خلال هذه البطولة، تعلق فيها إن كان المنافسات الجنتلمان نهار الجمعة، نهار السبت المنافسات يلي كانت من 9 بكرة لأي ساعة ضليتوا من عشية؟ ل 8 عشية. واليوم أيضا عم نكون مع المباراة النهائية. قبل هذه المباراة النهائية كنا مع المباريات النصف النهائية، كان في أيضا فريق مغربي مؤلف من برنار خالد، عمر الصغير وعلي مكاوي، ولكن خسروا قدام فريق مونيغاسكي. وبالتالي عم نشوف فريق من موناكو بمواجهة فريق فرنسي لبناني في هذه المباراة النهائية، وجمهور كبير أيضا عم بيتابع هذه المباراة. حتى يمكن عم تعرضنا لشوية مشاكل، كلهم عم بيكونوا قراب على التران يتابعوا هذه المباراة. بس الحلو فيها كمان إنه في صمت، يعني ضروري بس يلعب اللعبة يسكتوا، من بعدها بزقفوا. عنده دقيقة اللعيب الثاني ليجي يقعد بالسيرسو يقرر شو بده يعمل، لأنه في عنده احتمالين. نعم. يا بحط بوان ليقرب على النقطة الحمراء ويكون أقرب من الخصم، يا بقرر يضرب له الطابة ويشيلها. طيب فإذا كل فريق مؤلف من 3 أشخاص، خبرنا كل واحد من ال3 أشخاص شو دوره باللعبة، وكل محاولة بيكون عنده محاولة أو محاولتين. دائما هذه اسمها تريبلات، هلا عم يلعبوا تريبلات، يعني 3 ضد 3، كل واحد بولتين بإيده. هلا اول واحد بحط البوان اسمه بروميير بوينتور، بده يقرب قد ما فيه على الكوشونيل، هي البوله الحمراء الصغيره. هلا عم نشوف اللبناني فوزي مرعي عم بحط النقطه، ولازم ابدا ننسى الرئيس الفخري للاتحاد اللبناني للبيتانك استاذ دوري شمعون، يلي له فضل كبير ايضا بدعم هذه الرياضه، رياضه البيتانك وإنشاء الاتحاد كمان. أستاذ زوري أيضاً عم بيتابع هذه المباريات إلى جانب كل محبي رياضة البيتانك يلي عم تكتروا شوي شوي بلبنان، وإلى جانب أيضاً ما بعرف إذا الصديق أيضاً بيقدر ياخده أحد أبرز الأسماء بهذه الرياضة، فيليب كانت يلي يعتبر أسطورة برياضة البيتانك. ولا فيليب كانت كمان أكثر من 10 مرات بطل فرنسا، وكمان أخذ بطولات عالمية كمان، إلى جانب سوشو اللي هلأ عم يلعب بالفينال. كانت لعب دومي فينال وخسروا قدام سوشو، يعني كانوا عم يلعبوا. هلأ صرنا قراب كتير على بعضنا، كيف بدها تصير عملية التحكيم والمراقبة للتكتيك يلي المتبع؟ في تكنيك معينة هلأ صاروا الطابات كلهم هلأ لا بيستعملوا آخر طابات، إيه هلأ آخر طابات. هلأ كل مرة يا بده يقرب اكثر، يا بجرب يشيل البوله او يبعدها. هلا محاوله كمان فاشله، لانه بعدها بوله الفريق الازرق رح نسميه الليبانو فرنسي هو اقرب. طالما هديك البوله اقرب، طالما بكفوا يلعبوا كل بولاتهم المونيغاسك بمحاولات يعني. طيب هلا في عندهم امكانيه انه يبعدوا الطابه الزرقاء اذا بدك، طابة الفريق الازرق يعني. ايه ايه اكيد. ها هلا قرب، هلا اخذ البوان، صارت البوان مونيغاسك. هلا مفروض يجي التيرور تبع تاني فريق اللي هو هلا فيليب سوشو جراند شامبيون، يقرب اكثر، بده يشيلها. هلا هو يشيلها، ايه لانه ما ممكن يكون اقرب، ايه ما بيقدر يقرب اكثر، بيشيلها ولا بيقوصها ديريكت على 9 متر. اذا قوصها ديريكت بهالطريقه الحلوه يعني، يعني في ماتريز قديت تقلى الطابة؟ الطابة من 650 جرام ل 750 جرام، يعني منا كتير هينة أول شيء، وبالتالي المتريز تيضرب طابة مثل هيدي بدها خبرة كتير كبيرة، تكنيك وكونسنتراسيون، يعني بدها كل شيء على بعضه، وأكيد شوية إنه تمرين، بس كمان في عندك في مسافات، وبعدين عم تيجي دغري مثل ما بيقولوا لنا نحن اوفير، يعني دغري على الطابه مش قدامها وبتكرجها. دغري عم بتصيبها، تقدر تبعدها لانه بتعمل بارابول وبضلك جاي على الطابه، هيدي بدها دقك يعني باللغه اللبنانيه اذا بدنا نفسرهم اياها اكثر، صاروخ هاون هيدا. ايوه نحن معودين عليه، معودين عليها بطريقه اهون. فهون كمان محاوله فاشله كانت من الفريق المونيغاسكي، وبالتالي انفورم هن يمكن تعبوا من المباراه كثير احسن بكثير. ايه ولا طيب هون فاذا التقدم صار كبير للفريق الازرق. الفريق اللبناني الفرنسي هلا عم يتشاوروا ليشوفوا لان صاروا 10 هيدوليك، لازم ما يخلوهم ياخذوا 3 نقط، اخذوا 3 نقط يعني خلص الماتش، بقى بدهم يجرب. وهون عم نشوف استاذ زوري شمعون، وإلى جانب رئيس الاتحاد اللبناني زخيا فرحات، ورئيس بلدية سنافيل. هلا رجع أخذ البوان موناكو. هلا تاني فريق هيدا لوسيان، إيمانويل لوسيان كمان بده يجرب يطير فوالا، يعني حلوة كتير، شالها يعني ماشي، خلصت فوالا. بطولة اون بوتيه خلصت 3-0 بسرعة المباراة. صراحة ما كنا متوقعين أبدا تكون بهذه السرعة المباراة أن هي لهذه البطولة يلي عم تجمع في أذن فريق فرنساوي لبناني. يعني وقت بلشنا نتحمس وقت فتنا شوي أكثر بالجو انتهت المباراة. كانت مفاجأة إنه تخلص المباراة بهالسرعة. إيه بهالسرعة لا ما كان في أخذ ورد مثل ما بيقولوا. يعني مرات كانوا يطلعوا أن بوان أن بوان، عرفت كيف؟ ثاقبت كان في دومينانس من فرجها. ساج هلا رح ناخذ بريك نحن وياك وبنرجع سوا بتكمله لهذه التغطيه المباشره. وهلا للاسف المباراه انتهت بسرعه. رح بنكون مع عمليه توزيع الجوائز بحضور الرسميين وكل الابطال، ومن بعدها بنكون مع عدد من المقابلات. رجعنا معكم بنقل مباشر من سن الفيل لوقائع البطولة الدولية بالبيتانك اللي عم تجمع 8 دول واللي عم بتصير برعاية معالي وزير الشباب والرياضة الحاج محمد فنيش يلي عم بيمثلوا في هذه البطولة الأستاذ محمد عويدات، وإلى جانب رئيس بلدية سن الفيل الأستاذ نبيل كحالي. أستاذ نبيل، أول شيء يعطيك ألف عافية. بعرف الجهد الكبير يلي وضعته بلدية سن الفيل من أجل إنجاح هذه البطولة. هل هذا يعني أنه هذه البلدية اليوم صار عندها أيضا طابع رياضي، خاصة أنه أيضا بدنا نحكي عن ملعب نجمة الصحراء يلي قريبا ربما رح بنشوفه عم بيستضيف مباريات ببطولة لبنان لكرة القدم دوري ألفا يلي عم تبع الام تي في؟ إن شاء الله إن شاء الله. سن الفيل معودة على الرياضة. نحن عندنا ملعب تاريخيا، نحن عندنا ملعب فوتبول بسن الفيل، إنما هلا بالنسبة للبيتانك لما الشباب بلشوا أهل الضيعة يلعبوا هاللعبة بالحي. نعم. ونحن شفنا انه هالشغله عم تتطور. لما اجوا على البلديه وعرضوا علينا انا قلت شو عم بيقولوا هالشباب هودي يعني. وبالنتيجه دخلناهم بنادي نجم الصحراء، وبالتالي صار عندنا فريق وصاروا يلعبوا في 40-50 فريق يجوا يجتمعوا بسن الفيل، ونحن نستقبل قد ما فينا. كان عندنا 4 ملاعب، من بعد ما صار في نادي صار في جهد انه يعملوا اتحاد، صار في اتحاد. اليوم صرنا نحن بدورة عالمية عم نستقبلها، حضرنا لهم كل شيء. هذا فخر لمجلس بلدية سن الفيل ونحن حضرناهم. طبعا بدي اشكر معالي وزير الشباب والرياضة على رعايته هالشغلة هيدي، وبالتالي استاذ دوري شمعون اللي هو شجعنا وهو اللي عرفنا على الشباب، وصرنا نحن عائلة. سن الفيل عملت عائلة البيتانك وحضنتها، ونحن رح نضل حاضنينهم. وهالشغله هيدي ان شاء الله بدها تتطور اكثر واكثر، ونحن هلا عم نطمح انه السنه الجايه تكون الدوره العالميه على ارض سن الفيل ان شاء الله. هون فاذا عم نشوف استاذ زوري واستاذ محمد بالاضافه لرئيس الاتحاد الدولي كلود ازما، كلهم بانتظارك استاذ نبيل تنبلش عمليه توزيع الجوائز على الفرق. الفرق اللبنانيه كانت موجوده، رح فيها تضل تلعب بملعب بلديه سن الفيل. كم نادي رح بتضلوا حاطين تحت تصرف الاتحاد اللبناني للبيتانك؟ كل النوادي عم تيجي تلعب هون، كل النوادي ومباريات على طول. فيه هون نحن عندنا على طول الشباب كل يوم لساعه 2 بعد نصلين في غرام بالبيتانك. لا والله صراحه اللعبه بتعقد، يعني شيء انه بلشنا نقلع هيك يتحمسوا المشاهدين يتابعوها. خلصت المباراه يعني مفاجاه كبيره 13-0 بيناتهم في 8 نقاط هيك على السريع انأخذوا يعني، وبالتالي ربما هيدي اسرع مباراه نهائيه عم نتابعها. بالفعل طلعت سريعه طلعت سريعه. شكرا لك استاذ نبيل، وعلى امل اللقاء على الام تي في وبالطبع العلاقه الرائعه اللي بتجمعك مع استاذ ميشيل مور. هون بدي اتشكر استاذ ميشيل مور واللي امبارح كمان كنا سوا واكد لي واعطانا هالدعم كله. الام تي في هي اللي عم تهتم. انا ممنون وشكرا ايضا للاستاذ ميشيل مور الداعم الاكبر للرياضه اليوم، وخاصه اذا بدك نحكي عن الرياضات الفرديه، لانه دائما في عنا مساحات كبرى على الام تي في من اجل الرياضات الفرديه، بالاضافه لدوري الفا يلي عم نتابعه على الام تي في، وبالاضافه ايضا لكل البرامج الرياضيه الخاصه بكره القدم وبرنامج سكور يلي رح بيرجع على 3 وكل نشراتنا الرياضيه. يعني في نوع من التوأمه ما بين ام تي في وسن الفيل 100% بكل المجالات. الحمد لله. شكرا لك استاذ نبيل. اهلا وسهلا. شكرا لك. واذا هلا رح منبلش عملية توزيع الجوائز على كل الفائزين بكافة الفئات، وأيضا رح نتعرف على الأسماء أيضا، لأنه بالإضافة للفرق في عنا أبطال عالميين عم بحققوا نتائج ممتازة، وبالتالي رح بيحصلوا على كاسات. وإذا بتلاحظوا الكاسات الموجودة في هذه البطولة هي كاسات من الكريستال، لأنه بالاتحاد الدولي في معايير محددة، وبما أنه هذه البطولة هي بطولة دولية ما فينا نقول تحت إشراف الاتحاد الدولي، ولكن بمشاركة ومتابعة من الاتحاد الدولي، وبالتالي الكاسات هي أيضا من الكريستال. فإذا عم نشوف استاذ محمد عويلات ممثل معالي وزير الشباب والرياضه، استاذ دوري شمعون، استاذ نبيل كحاله، واستاذ زخيا فرحات رئيس الاتحاد اللبناني متواجدين على المنصه من اجل توزيع الجوائز على كل الفائزين وبكافه الفئات. وكأس المركز الأول عم نشوفها أمامنا. Donc Samar, qui est la femme du président, Monsieur Zico, qu'on peut applaudir très fort. Voilà. Et la récompense tout naturellement par M. Claude Azema, président de la CMSB. وتحية لمدام سمر فرحات، كلود أزيما رئيس الاتحاد الدولي يلي عم بيسلم بطاقة الورد. Maintenant nous allons poser la récompense des demi-finalistes. On va tout d'abord appeler l'équipe de Maroc par son représentant M. Azi. سيف شاذان، توزيع الجوائز ايضا عم بيصير بطريقه رسميه، ومثل ما كنت عم بقول الاتحاد الدولي الكاسات اللي بيقدمها هي كاسات من كريستال. ايه هيدي اجمالا ما بحبوا الكاسات العادي، لا يقدروا يستعملون لانه بالمبدا صار عندهم كثير كاسات مش عارفين شو بدهم يعملوا فيهم، بقى صارت مثل ما بيقولوا ديكور ولا ديكور، ليتقبلوه كمان النسوان فيك تحطهم بقلب البيت، حطوهم يكبونوا هيك. رح تعملوا زي الشيء بالاتحاد اللبناني؟ ان شاء الله شوي شوي، بس بعد ما نصيرنا شامبيونيه كبار، بس بعدين شوي وشوي. هيدا فيليب كانت اللي قاعد بواقف بالنص، هيدا كمان جران جوار يلي حكينا عنه من شوي، كمان معهم لعيب لبناني جان عزار. هيدا فيليب كانت، ايه فيليب كانت وجان عزار ولعيب ثالث فرنساوي. رئيس الاتحاد زخيا فرحات عم يعطيهم الكاسات. هيدول المركز الثالث، ما عملوا مركز ثالث ورابع، بياخذون مركز ثالث فريقين. الفريقين نعم. على كل حال مباراتهم مع الفريق الفرنساوي هيدي كانت يعني كان لازم تنقل على الهواء، مباراة طويلة أخذت قد ساعة وربع، ساعة ونص. صحيح صحيح صحيح، يعني مفاجأة كانت صراحة، الفوز السريع جدا. الدمي فينال كانت عندها أمبلور رهجة كبيرة، رهجة أكبر بكثير من الفينال. ومفروض هلا نشوف الفريق المغربي يلي موجود ايضا، مش مفروض اجا او اذا زعلان كان ما بنعرف، ما بنعرف، بس منه موجود، منه موجودين. وعم نشوف الفريق المونيغاسكي، فريق اماره موناكو يلي عم يشارك في هذه البطوله، وايضا اسماء معروفه يعني فيجي دومينيك يعتبر من الاسماء الجيده بهذه الرياضه. يعني اللعب اللي لعبوه كل المباريات كانوا بنيفو كتير عالي، بس دوماج للفينال مثل ما قلت سريعه جدا، ولا يعني. ما هيدا بصير فيه هيك مثل ما بيقولوا دي كونسنتراسيون صغيره، التركيز وهيك بتوصل. على كل حال كلهم كانوا الفرنساويين الموجودين بالبطوله ناطرين مباراه الرجبي اللي عم بتصير بهالوقت ببطوله العالم بين المنتخب الفرنسي وتونغا فرنسا متقدمه يلي بحب الرجبي اللي هلا 23-14، والوقت يلي شفنا فريق الاول بلاكس عم بيتغلب على ناميبيا بفارق كبير 71-9. هيدي نتيجه هيك لكل محبي البيتانك، لان اللي بحب بيتانك يعني بحب فرنسا، فاوتوماتيكمان كمان بحب الرجبي، لانه الرجبي بفرنسا رياضه معروفه جدا. صحيح. فبالتالي ايضا ومقدمين كثير الفرنسويه بهاللعبه، بننفعهم شوي. أي. فاذا هون عم نشوف فاذا فريق موناكو والفريق اللبناني الفرنسي، يعني فريق في اسم لبناني هلا بعد شوي رح نعمل مقابله معه لفوزي مرعي. صحيح. من منطقه عنطوره، ف عنطوره المتن قريب علينا. فهو اصدقائه فيليب سوشو وإيمانويل لوسيان اللي بنرجع بنذكر هن من ابطال العالم. يعني يمكن المشاهدين بلبنان ما كثير استمتعوا في هذه المباراه يلي عم تبعها، ولكن الاكيد رح بيكون في بالسنوات المقبله بطولات دوليه، وبالتالي رح بيكون في هيك رح بيكون في مشاهده لاكثر من مباراه بالفتره المقبله. هذا فوزي مرعي اللبناني عم بيحتل المركز الاول، وكمان ان شيب يعني، بس كمان عم نشوف الاعمار منا كثير صغيره. سيرج ايه اوكي هلا، لانه ليك هلا في هلا ابطال عالم مثل ديلان روشي هلا عمره 23 سنه، هو ميور تيرور صار بفرنسا. صار سوشو عم يلعب ميليو. سوشو بلش يكبر شوي بالعمر، بس بعده تركيزه كثير كبير، وبعده شفناه يعني كيف رهيب. بس كمان ديلان روشي الجناس عم بتكون باور اكثر واندفاع اكثر. وهون عم نشوف الكاس، كاس المركز الاول، رئيس البلديه استاذ نبيل كحاله، وبالطبع استاذ محمد عويدات الصديق الكبير ومحب الرياضه يلي بنشوفه وين ما كان عم بيسلم الكاس لاصحاب المركز الاول. وهذا فوزي مرعي بيستحق فوزي المركز الاول وكاس المركز الاول. كاس حلو كثير. هيدا الكاس رح تبقى بلبنان، ما رح ياخذها محل حدا، وعاملينها هيك مثل العنطوره، ولا رح بتضلها بمقر ان شاء الله؟ لا بتضلها بتضلها بمقر بينكتب اسم الابطال عليها، مثل ما بيصير بومبلدون وغيره، بيرجعوا بيعطون مجسم اخر عن صحيح الكاس. صحيح. وهون فاذا عم نشوف استاذ زوري شمعون، وبنتمنى له الصحه والعافيه ان شاء الله، يا رب. عنده شويه مشاكل بظهره، بس لعب بالجنتلمان، لعب تورنوا جنتلمان، والله يطول بعمره. بيتوسط استاذ محمد واستاذ نبيل ورئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد اللبناني لرياضه البيتانك. فالكاس اذا هيدي كاس خالده في لبنان، رح بتضلها. هلا بدنا نجرب نعمل سيستم انه اللي بيربحها 3 مرات بتصير هيدي دوره سنويه، واللي بيربحها 3 مرات بالمبدا ساعتها بياخذها لعنده. فاذا الكاس، كاس المركز الاول بتكون له. هلا استاذ ساج اذا بتسمح تساعد استاذ زوري تيقرب لعنا، تنعمل نحن وياه مقابله في ختام هذا النقل المباشر من سن الفيل بتغطيه ومتابعه لهذه البطوله، بطوله البيتانك الدوليه اللي اشترك فيها 8 دول، بيناتهم اكثر من 50 فريق من لبنان. الرياضه يلي عم تتقدم بشكل سريع جدا بلبنان، وربما الفضل الأكبر عم بيكون للأستاذ دوري شمعون، الرئيس الفخري لهذا الاتحاد، ويلي كان عم بتابع رغم بعض الآلام بظهره، عم بتابع كل المباريات من نهار الجمعة لليوم. أستاذ زوري، أول شيء بنتمنى لك الصحة الدائمة، ويعطيك ألف عافية على كل المجهود يلي قمت فيه من سنه لهلا. يعني نحن بنعرف انه الديل مع مستر ميشيل كان عم بصير من شهر شباط، يعني كنت عم بتابع اقل التفاصيل من فتره طويله، تما يكون في هيك مفاجآت بالمسير يلي عم بتقوم فيها. ما في شك انه الموضوع ما كان هين كثير. في تجربه كنا نعملها، مش اكيدين اذا كانوا رح تزبط ولا لا، بس الحمد لله ساعدنا الحظ وساعدونا الاصحاب وساعدتنا الام تي في حتى نوصل مطرح ما لازم نوصل. ان شاء الله السنه الجايه بيكون كمان العدد اكبر، وبيكون في نشاط بكل لبنان، وهيدي لعبه بنهايه الامر. بالنسبه للطبع اللبناني وعوايده وشو اسمه، بحب يلعب اولا ما فيها ركض حتى يتعب كثير بيمشي حاله. ثانيا فيها تزريك اللي حب لبناني شغلته هالشغله هذه. وثالثا تخلق جو ما بين الجميع، جو اخوه وجو صداقه يلي كمان نحن بحاجه له بلبنان اكثر ما يكون. فبدي اشكركم الام تي في ويعطيكم على واجب ويعطيكم الف عافيه. شكرا لأستاذ ميشيل مر يلي عم بيعطي دعم كبير للرياضه اللبنانيه وخاصه الرياضات الفرديه. بدنا نعلمه اللعبه بعد. هيدا العلاقه الشخصيه ما بينك وبينه من عشرات السنوات. استاذ دوري، فاذا هذه البطوله هل ستكون فاتحه لبطولات اخرى؟ ما في شك، كل سنه بقى نعمل بطوله. كل سنه بقى نعمل بطوله دوليه. طيب اذا بدنا نحكي هيك كلمه هيك كمان على السريع، ويلي اخذناه الانطباعات تبع الاجانب اللي اجوا واللي شافوا كلهم مدهوشين بالجو يلي عم يلعبوا فيه وب الاسلوب اللي الشعب اللبناني استقبلهم فيها. هيدي ما بتصير بكل بلدان العالم. يعني بنوعد حالنا ايضا بنشاطات اخرى على هذا الصعيد، بس هون كمان هيك بحب اخذ خبريه صغيره منك استاذ دوري، كيف علقت فيها هذه الرياضه بلبنان بلندن؟ لا مش بلندن، بلندن الانجليز ما بيلعبوا، بيلعبوا الفرنسويه، بيلعبوا عندهم وحده بولز اسمها بنت عمها، بس مش هي. لا هيدي اللعبه بيني وبينك اصحابي فرنسويه كانوا ساكنين هون بلبنان من نحن وصغار، وكان اهلهم يلعبوا شو اسمه، كنا ناخذ البول نتسلى فيهم وعرفت شو هي اللعبه وبقيت معي يعني. شكرا لك استاذ دوري شمعون، يعطيكم العافيه، وشكرا للاستاذ زخيا فرحات يلي رح نجرب ايضا ناخذ كلمه صغيره منه في ختام هذه البطوله. واستاذ نبيل تفضل. هلا في حدا مقوص كواس زخيا بيرسم لك اياها، اذا ما بتصوروه بتندم. استاذ زخيا هلا رح نعمل مقابله مع استاذ زخيا وبنرجع بنعمل مقابله مع الابطال الاخرين. استاذ زخيا يعطيكم الف عافيه، خبرنا هيك على السريع المجهود الكبير يلي قمتوا فيه لوجستيا، قد ايه اخذ منكم شغل؟ ميرسي للام تي في اول شيء لهالنقل هيدا الحلو والتغطيه الحلوه لنقدر نفرجي لبنان واللبنانيه على هاللعبه الحلوه يلي حرام تكون مغموره. اللوجستي كله كان بفضل بلديه سن الفيل ورئيسها استاذ كحاله، ودعم ومجهود كل الاتحاديين. اشتغلنا من أكثر من سنة، قلنا عم نحضر لهالبطولة هيدي، وأخذنا الموافقة من الاتحاد الدولي يعمل هو الإشراف المباشر عليها، وخاصة الدعم الكبير إجا وقت اللي قرر مسيو كلود أزيما رئيس الاتحاد الدولي يجي يحضر هو شخصيا هيدي البطولة تشجيعا للبيتانك بلبنان وللفيدراسيون اللبنانية اللي هي جديدة. شكرا لك استاذ زخيا، شكرا ريس دوري، وشكرا ايضا للاستاذ محمد عويدات. كلمه اخيره استاذ محمد عويدات، ممثل معالي وزير الشباب والرياضه، قبل ما ننتقل لنقل مباشر من وسط مدينه بيروت. استاذ محمد، اليوم رياضه البيتانك هيك عم نشوفها بحله دوليه رائعه، اليوم هذا النشاط ودعم وزاره الشباب والرياضه له معاني معينه؟ اكيد هيدي اللعبة بعدها مولود جديد ونشأت مش من زمان. بالبداية كان ما فيش فكرة عنها عند أغلب المواطنين اللبنانيين، لأنه بتعرف لعبة جديدة، ولكن بفضل الاتحاد وبفضل الأشخاص اللي كانوا يعني هن شغوفين باللعبة، يعني الشغف وحب اللعبه، محبتهم هي للعبة. محبتهم هي اللي خلت انه هيدي اللعبه بخلال سنوات قليله انه تنتشر على الاراضي اللبنانيه. هلا عندي نحن اليوم عندنا بالوزاره انه في انديه كثير عم تقدم طلبات ترخيص لحتى تلعب بيتانك، وهيدي ظاهره صحيه وظاهره ممتازه، لانه عندك انه ملعب البيتانك منه بحاجه لمساحات كبيره، انه ممكن تلعب هيدي اللعبه بالباك يارد تبع المنزل حديقتك وكذا وهيك. لذلك اللي عم نشوفه اليوم هيدا نتيجه جهد الاتحاد، وكمان دوره دوليه بلبنان، شغله ممتازه وشغله منيحه، ونحن منهني الاتحاد ومنهني كل من دعم هي اللعبه من وسائل اعلام الام تي في ومن الشركات الراعيه، وبخص كمان براعي وعراب اللعبه بلبنان الرئيس دوري اللي له فضل كبير على نشر هاللعبه. شكرا لك. بالنسبه لمساعده الوزاره، الوزاره حطت الاتحاد على جدول المساعدات هالسنه، وان شاء الله في دعم ان شاء الله وحتى للعبه تتطور. فرفح الرئيس زكية اكيد شكرا. هذا اهم شيء دائما تسال الوزاره شو قدمت، شو قدمتوا. يمكن الدعم المعنوي كمان، الدعم المعنوي اكيد موجود لأنه شكرا. انشاء هيك اتحاد وصار له محل بين الاتحادات الدوليه شيء مهم. شكرا لك. تسلم. شكرا لك استاذ محمد وشكرا للجميع. بنرجع بنلتقى اذا الله راد بتغطيه رياضيه اليوم بعد الظهر بمباراه لكره القدم. لا بامركم. ميرسي للرئيس.